على بركة الله. اليوم عندنا كرفان بطول 23 قدم، مستودع خارجي، مظلة كبيرة، عندك نيسان، عندك تاهو، عندك سيارات صغيرة، تقلص هذا الكرفان بطول 23 قدم. السعر 123,000 درهم. نشوف الكرفان وقول بسم الله. جيك التوماتيك وسلندر الغاز، مستودع كبير صديقي، المظلة الكبيرة والLED والسماعات الخارجية، الثلاجة الخارجية، مستودع كبير. كرفان جميل 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 يا صديقي، جميل 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 جميل. شوف هذا المستودع، بعد ايدي ما وصلت لين اخر شيء. شوف المستودع، مستودع كبير اكسلار. كيف هذا المستودع؟ شفت سرير الاطفال دبل سرير؟ هذا هو، ترفعه وتخليه مستودع، واذا ما بغيت تسكر هذا الباب، وهذا الباب لفه على هذا الكرفان تشكيلته الجميلة. عندك الكاميرا الخلفية، اضاءة خلفية، ناخذ لفه إضاءة خارجية. طبعا عندنا هنا المجاري، البلاك والجري. شو معنات البلاك والجري؟ الجري هو ماي المغسل، والبلاك ماي الدبليو سي الحمام. عندك هنا نظام التوسعة، هاي نظام التوسعة تقريبا متر. الجامات فريملس. عندنا الشاور الخارجي، هذا الشاور الخارجي، تسخين الماي، تسخين ماء مباشر بدون خزان. بسم الله، وندخل الكرفان ونشوف التقسيمة الداخلية لهذا الكرفان. طاولة الطعام لها ثلاث استخدامات. أول شيء طاولة الطعام بحرف اليو، نخليها سرير، نخليها جلسة، نخليها طاولة الطعام. هذه الطاولة نقدر نشيلها كامل وتكون عندنا جلسة داخلية نفس الوقت، طاولة الطعام نفس الوقت سرير يناموا فيه أطفالنا. هذه طاولة الطعام، شيء جميل. عندك هني السرير، السرير نشوفه على طولي، هذا على طولي أنا، ممتاز، تقدر تاخذ راحتك في هذا السرير. مميزات هذا السرير، نشوف عندنا هني نقطة الكهرباء، عندنا الإضاءات الداخلية اللي هي الإضاءات الليلية. طبعا هذه الإضاءات تكون بلون الأزرق نفس الوقت باللون الأصفر بهذه الطريقة. في هذا المكان نقدر نركب تلفزيون، هذا المكان يكون فيه التلفزيون، إضاءات داخلية، مستودع. في الكرفان الأمريكي ما ينسون شيء، لا قدر الله صار عندك حريق، تقدر تفتح هذه وتطلع من هنا. نفس الوقت تقدر تعملها اللي هي السلكريشن اللي يدور الهواء الداخلي في هذا المكان. خلصت، تقدر تسكر وتخلص الامان. طبعا الامان دائما يكون باللون الاحمر، وفي هذا المكان نقدر نفتح ويدور علينا الهواء. يوم تيك السايبة في الليل وانت راقد ويدش عليك الهواء غير. نشوف المستودع اللي هو تحت السرير بهذه الطريقة. الميكروويف نستخدمه لثلاث أشياء، نسخن الأكل، نشوي، وإذا كان عندنا شيء متجمد نحطه هنا، ونستخدم الأوبشنات اللي موجودة في المانيوال. عندك هنا الفرن الداخلي، وهذا الشفاط، يكون الشفاط الداخلي إذا حبينا نطبخ. عندك هنا نظام التدفئة، عندك هنا مستودعات داخلية ومستودعات داخلية. طبعا عندك هنا يحطون القطع، إذا حطيت التلفزيون تقدر تركب طبعا باختيارك يكون. عندك هنا المسجل الداخلي، طبعا في سماعات خارجية وسماعات داخلية. عندك نظام التكييف، هذا نظام التكييف. عندك هنا سنسر الحريق، اذا لا قدر الله صار عندنا حريق يكون في هذا المكان يعطينا السنسر. وعندك سنسر ثاني اللي هو الاول اكسيد الكربون، في حال اذا حد شغل السياره او الهواء دار علينا والجنريتر شغاله، هذا السنسر يعطينا الارم داخلي اللي هو اول اكسيد الكربون. في هذا المكان قارئ البطارية، طبعا يعطينا كم البطارية فيها. طبعا البطارية موجود فيها 11.6. عندك هني هذا الجهاز، هذا الجهاز نقدر نشبكه على التليفون، نقدر نفتح التوسعة، نقدر نسكر المظلة، نقدر نشغل الإضاءة الداخلية، الإضاءة الخارجية، الووتر بامب، نقدر نتحكم في الكرفان كامل، يعطينا كل القراءات في الهاتف. طبعا تنزل البرنامج، تفتح المظلة، تسكر المظلة، تسكر التوسعة، تفتح التوسعة تليفونك بضغطة زر. إن شاء الله من يجبل علينا الشتاء نشغل نظام التدفئة. طبعا هني القارئ يعطينا درجة حرارة 30، فمستحيل يشتغل، لو فتحناه كامل ما راح يشتغل. ليش؟ لأن الحرارة 30. إذا كانت الحرارة 20 و21 و22 راح يشتغل عندنا نظام التدفئة، فهو مهم. وأخوكم براشد دائما استخدمه في كل رحلاتي. عندك هني الثلاجة 12 فولت. أهم ما في الموضوع الثلاجة، إذا الثلاجة كانت عندنا بالمقاس الكبير اللي هو هذا بنستمتع في رحلتنا، ما بالك اذا عندك ثلاجة صغيرة وانت تبغي تحمل اغراض ولا انت شاري ولا انت مسوي. عندك نظام اليو اس بي، طبعا وفرونا نظام اليو اس بي، هذا نظام اليو اس بي. عندك الكهرباء الداخلية، هذه الكهرباء الداخلية طبعا نحول لك اياها 220. كرفان جميل. ونشوف دورة المياه، دورة المياه ما شاء الله، المروحة الكبيرة، الشاور، فندق 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 فندق. وهني المغسلة عشان تغسل ايدك، هذه دورة المياه، وهني هذا اللي انا اقول لكم عنه. فهني انت تحدد الحرارة، كم تبغي تسبح درجة حرارة الماي، 40 اقل، فهذا الحار المباشر خلاص ما في خزان من اليوم ورايح. ان شاء الله اني يستخدمونه في كل الكرفانات بدون خزان، خلاص تفتح الماي يجيك الماي حار مباشر. طبعا نايم على السرير، ابغي اعطيكم الخاصية
الطبيعية، نقول مثلا الحين الإنسان الكبير يقدر ينام ولا ما يقدر ينام؟ يعني أنا مستحيل أنام بهذه الطريقة، لأني أنا أنام بهذه الطريقة، يا أنام على جنب اليمين أو على جنب اليسار في هذا المكان. عندك اليو اس بي هنا عشان تشحن تلفوناتك، عندك إضاءة داخلية في هذا المكان، خلاص أنت تبغى ترقد رقدت، تبغى تفتح فتح، تبغى ترقد رقدت. في خاصية جميلة نقدر نفتح هذا الباب، أبى السايبة تدخل علي، أبى هو يدخل علي، ما بشغل مكيف فيدخل علي، ما أبغي سكرت الباب. ميزة جميلة ولا لا؟ نشوف فوق. طبعا فوق عندنا زجاجة حق الأطفال، احنا نشوف خاصية في كل كرفان أمريكي، نشوف زجاجة فوق وزجاجة تحت، إلا هذا الكرفان ما في زجاجة تحت. ليش؟ لأن سوونا الباب الخارجي، ما يستوي يكون في زجاج وباب عشان الاستركتشر اللي داخل الكرفان ما راح يتحمل، لأنه بيكون مساحة كبيرة. بحطونا زجاجة فوق وحطونا باب تحت عشان نستخدمه للمستودع. ميتنا لهذا الكرفان الجميل اليوم، نحن نقول لك إذا عندك سيارة صغيرة، لاند كلوزر، عندك بيكاب، عندك هاي لوكس، عندك أي سيارة تروم تقلص هذا الكرفان، فأدعوك مثلا تقول لي يا أبو راشد أنا كيف أتأكد؟ تعال عند أخوك أبو راشد وبناخذ وياك لفة وبنشبك الكرفان على سيارتك، إذا يازلك قلنا بسم الله، وإذا ما يازلك أردينا عنه. فلازم تجرب، لازم تشوف أخوك أبو راشد موجود، عليك انك تزورنا، عليك انك تشوف كل ما هو جديد في عالم الكرفان. طبعا هذا الكرفان بطول 23 قدم مع توسعة، مع مستودع كبير خارجي، مع ثلاجة خارجية، كرفان جميل يكفي للست اشخاص. السعر 123 ألف درهم، ونتشرف فيك صديقي اخوكم براشد.